اليوم احتفل جوجل بذكرى ميلاد هذا النجم العربي الكبير. نور الشريف اللي اسمه الحقيقي محمد جابر محمد عبد الله هو ممثل وواحد من أشهر النجوم العربية بأكثر من 180 فيلم وعشرات مسرحية والمسلسلات. شنو صار ما اسموش نور الشريف؟ لا لا ما اسموش نور الشريف. لا لا يعني اسم محمد جابر محمد عبد الله اسمه. محليه محمد كان جوخد محمد جابر يعني حلو؟ ها؟ في بالك شاكرة كان يلعب فوت قبل؟ اي لعب فوت كي دفر عبيدين تاعنا. المشهد اللي يعتبره نور الشريف وحبيت منكم السؤال كان هذا، شنو هو المشهد اللي يعتبره نور الشريف اهم عمل ليه في حياته وكانت وصيته نهار وفاته يعديوه؟